مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم من ضواحي مدينة مراكش وتحناوت، ومازال متواصلين في كواليس فيلم سينمائي الشطاح. واليوم معنا بطل من الأبطال ديال الفيلم، كذلك بطل على الشاشة المغربية، وما كاينش اللي ما كيعرفوش عبد الإله الرشيد المعروف بكريم فرضات الوليدة. مرحبا بك، شنو نقول لك كريم ولا عبد الإله؟ الله يبارك فيك ماريا. عبد الإله، عبد الإله. مرحبا بك عبد الإله. اليوم كتصور فيلم سينمائي رفقة مجموعة من الفنانين المغاربة اللي معروفين، كذلك وجوه جديدة بحال بعزية وقنانة اللي كنتو كتشوفوهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك كتشوفو قنانة كماكيور، كتشوفو بعزية كمغنية. اليوم معكم في أدوار مختلفة، غادي نهضر معك على الدور ديالك أكثر اللي في هذا الفيلم ديال الشطاح. شنو الدور ديال عبد الإله؟ واش غنشوفو كريم واحد آخر، ولا عبد الإله اللي كيمثل دائما داك الولد المعقول والصارم، ولا كاين شي ستيل آخر؟ ما كنمثلش غير معقول وصارم. فعلا كاينه وجوه جديده كما قلتي، وكاينه الوجوه ولا الخاسره كما كنقولوا، كاينين ممثلين كبار، والتجربه هذه غتكون فريده من نوعها. اسم الفيلم كيدل على المحتوى، وكيدل على العمق ديال الموضوع اللي غنطرحوه في الفيلم. ما غاديش نتكلم عليه لاننا يلا في التصوير ما غاديش نحرق الاحداث للجمهور المغربي، ولكن كنوعدهم بموضوع مختلف بزاف، وكنتوقع من هذا الموضوع غيلقى نجاح كبير. وحنا كنديروا فيلم جماهيري، وانا اول مره غتحلي الفرصه ديال ندير فيلم جماهيري. درت اعمال سينمائيه اللي مشات لمهرجانات كبار وكتعرف فيها وكيعرفها الجمهور اللي متبعني، ولكن هذه المره كنديروا فيلم لواحد كنديروا للجمهور العريض ان شاء الله في المغرب، اللي بزاف الناس غيدخلوا وغيلقاو فيلم مغربي بمواصفات خاصه هذه المره اللي كنعيشوهم. كما ذكرتي لي انت مثلا قنانة وبعزية، مثلا هما هادو وجوه اللي كنعرفوهم في السوشيال ميديا دابا، كاينين كيأثوا لنا الفيلم، والموضوع ديال الفيلم كيتوشي بزاف الناس اللي عايشين في عالم التواصل يعني الاجتماعي. يعني الفيلم عبد الإله فيه واحد الميساج كبير لمجموعة من الشرائح ديال المجتمع المغربي. تماما، تقريبا لكاع الشرائح، وغادي نعريو على بزاف الحوايج اللي كنعيشوهم حنا كمغاربة كعرب، وغنبينوا بزاف الوجوه اللي كنعيشوا بها وما كنبغيوش نعترفوا بها. وهاد التجربه غادي يزكيوها الممثلين الكبار اللي كاينين معنا، بحال بن عيسى الجراري، بحال عادل اللوشكي، بحال ايوب ابو النصر، بحال زهر سليماني، بزاف الممثلين. ما غنساش ما نسيت شي واحد، يسمح لي دابا كنهضر بسرعه لان غنمشي نصور دابا انت كتشوفي. ومخرج يعني اول فيلم سينمائي طويل ديالو لطفي اي تجاوي اللي عيط عليا وشرفني بالثقه ديالو، مخرج اللي عنده تجربه كبيره في الافلام الامريكيه كمساعد مخرج دائما، فكنظن ومنتج اللي مآمن بالعمل اللي هو علي بقيوي اللي يعني كدير لوطو برودكسيون اللي كنعرفو في المغرب ما كايناش بزاف، يعني السيد حط فلوس من جيبو مآمن بهذه الفكره ومآمن بالممثلين والمخرج. دورنا حنا غنحطوا كاع داكشي اللي عندنا باش نحطوا للمغاربه شي حاجه طوب ان شاء الله. عبد الاله حيت عارفك مزروب عندك التصوير، واش عبد الاله غيكون فعلا جزء اخر لرضات الوالده؟ لان الناس متشوقين وعاشوا مع رضات الوالده بواحد يعني تعمقوا معاكم في ذاك المسلسل، كاين اللي بكى كاين اللي فرح، واش كاين جزء اخر؟ صراحه هذه القضيه ما نقدرش نحكم فيها ديال الجزء الثاني في رضات الوالده، ولكن انا كنت كنقول بركه في الجزء الثاني، ولكن ملي كنشوف الناس لحد الان كيقولوا يا عبد الاله بغينا الجزء الثالث، تعاطفت مع الجمهور وليت كنقول يمكن نقدر ندير جزء ثالث. انا واخا واحد الوقت قلت انا عييت من هذا كريم، هذا عييت بصح منه، ولكن الجمهور كيفاش لحد الان كيقول لي عبد الاله بغينا جزء ثالث، وليت كنقول واقيلا عندي الطاقه باش نعاود جزء ثالث وما عرفتش. اكيد كريم واحد الاسم اللي لصق فيك دابا في الشارع، كيعيطوا الناس كريم عوض عبد الاله، كتبغي شي نهار يعيطوك عبد الاله عوض كريم، ولا صافي تقبلتيها؟ لا ما عنديش مشكل، انا ما عنديش مشكل، بالعكس اي واحد كيعيط عليا كريم كنعرف انه راه كيعرفني بكريم، بالعكس وكنفرح لان كريم عرفني بالخدمه ديالي فهمتي، وعرفني بالخدمه اللي مشرفه واللي بخير فرحان بها بزاف. ولكن انت عيط عليا عبد الاله صافي عبد الاله، باش يعرفوا الناس راه هو صحفي قبل ما يكون ممثل، راه زميل ديالنا صحفي. تبارك الله عليك، ما غاديش نشدوك بزاف لان عندك التصوير، نخليك تصور وحنا معاك ان شاء الله في كواليس، ولينا لقاء اخر ان شاء الله. تحياتي. تبارك الله عليك، الله يحفظك وينجيك.